بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 78. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مما يدل على أن الإيمان يزيد هذه الآية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا يدل على أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد فالذي يزيد ينقص أيضا. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفات من صفات المؤمنين. إنما المؤمنون يعني الكامل الإيمان، هذا من كمال الإيمان. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله. المنافقون النفاق الأكبر لا يدخل في قلوبهم إيمان، وليس عندهم إيمان في الأصل، يزيد وينقص، وإنما يتظاهرون بالإيمان نفاقا، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. هؤلاء هم المنافقون النفاق الأكبر، وهم في الدرك الأسفل من النار، كما قال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. نعم. ولا يؤمنون بشيء من آيات الله. إنما يؤدون العبادات مجاراة للناس لأجل أن لا يقال إنهم غير مسلمين، يعيشوا مع المسلمين، وإلا فليس في قلوبهم إيمان. نعم. ولا يؤمنون بشيء من آيات الله. ولا يؤمنون يعني يصدقون بشيء من آيات الله، القرآن. نعم. ولا يتوكلون على الله. كل هذه الصفات معدومة في المنافقين النفاق الأكبر المخرج من الملة، عكس المؤمنين. فالمنافقون لا يزيد إيمانهم عند تلاوة القرآن، لا يزيد إيمانهم، وإذا ما أنزلت سورة قالوا: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض وهو النفاق زادتهم رجسا إلى رجسهم، نجاسة إلى نجاستهم، نجاسة الكفر، وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. نعم. ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا. إذا غابوا عن الناس لا يصلون، إنما يصلون إذا كان الناس يرونهم،
فإذا كان الناس لا يرونهم لا يصلون، هذا النفاق الأكبر. نعم. ولا يؤدون زكاة أموالهم. كذلك لا يؤدون زكاة أموالهم لأنهم ليس عندهم إيمان، ويعتبرون الزكاة غرما، يعتبرونه غرما ولا يعتبرونها زكاة. هذه صفات المنافقين. نعم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، نفى الله عنهم الإيمان. نعم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت من الله. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم. فرق بين صفات المؤمنين وصفات المنافقين. نعم. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ووجل القلب يعني خوف القلب من الله ينشأ عنه فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فعل ما أمر الله به طمعا في ثوابه، وترك ما نهى الله عنه خوفا من عقابه. هكذا أهل الإيمان. نعم. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به. نعم. وترك ما نهى عنه. قال السدي رحمه الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه، رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. المؤمن إذا قيل له اتق الله فإنه يتأثر ويخاف من الله عز وجل ويكف عن المعصية ويؤدي الفريضة إذا قيل له اتق الله. أما المنافق إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. نعم. قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم، على زيادة الإيمان، هذا نص في القرآن جاء أنه يزيد إيمانهم. وأما نقص الإيمان ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء عند المنافق. نعم. قال عمير بن حبيب الصحابي رضي الله عنه إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه، رواه ابن سعد. وهذا شيء واضح أن الناس ليسوا في الإيمان على حد سواء، متفاوتون في إيمانهم، ومع دلالة القرآن والسنة على ذلك، فالإيمان يزيد وينقص. نعم. وقال مجاهد رحمه الله الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل، رواه ابن أبي حاتم. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بذكر الله وبالطاعات والعبادات وينقص بالمعاصي والغفلة، يزيد وينقص، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد
وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله. هؤلاء الأئمة حكوا الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص، وهما أئمة كبار، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، هذا شيء واضح في الناس. نعم. قوله وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه بقلوبهم. على ربهم يتوكلون، قدم على ربهم الجار والمجرور على الفعل يتوكلون للحصر، يعني لا يتوكلون على غيره وإنما يتوكلون على عليه وحده سبحانه وتعالى، فوضون أمورهم إليه يعتمدون عليه سبحانه وتعالى. نعم، هذه علامة الإيمان. نعم. قوله وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. هو المتصرف في الملك، ملك السماوات والأرض وما فيهن، والذي يتصرف فيه وحده لا شريك له بمقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى وعلمه. نعم. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف. وفي الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخرها، فيها ثلاث مقامات من مقامات الإيمان، انتبهوا لها. نعم. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان. نعم. وهي الخوف وزيادة الإيمان. الخوف قوله وجلت قلوبهم، وزيادة الإيمان إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله. على ربهم يتوكلون، هذه صفات المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الخوف، هذا الخوف من الله، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه المقام الثاني. المقام الثالث وعلى ربهم يتوكلون. نعم. الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. نعم. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان. كمال الإيمان، الإيمان يكون كاملا ويكون ناقصا حتى لا يبقى منه إلا مقدار حبة خردل، ينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي حتى لا يبقى منه إلا حبة خردل، وزن حبة خردل، إيمان ضعيف، كما قال جل وعلا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. نعم. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. أعماله الظاهرة كالصلاة والصيام والصدقة والجهاد في سبيل الله، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أمور ظاهرة. والباطنة في القلب، أعمال القلوب من الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل، هذه أعمال قلب. نعم. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات. وترك من أقام الصلاة فإنه
يقيموا بقية دينه من باب أولى، لأن الصلاة كما قال الله جل وعلا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فالصلاة من حافظ عليها حفظته من الوقوع فيما يخالف الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، هذه أعظم، الصلاة فيها ذكر الله وهو أعظم من غيره، أعظم من غيره من الأعمال. فيها أعمال كثيرة لكن أعظمها ذكر الله سبحانه وتعالى، بتلاوة القرآن فيها والصلاة والتسبيح والتهليل، الركوع والسجود والدعاء السجود. نعم. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات. نعم، يتعود على، من حافظ على الصلاة يتعود على فعل الطاعات، ومن أدى الزكاة يتعود على الصدقة وبذل المال والمعروف. نعم. استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات. نعم. كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الذي يلازم الصلاة ويحافظ عليها ينتهي عن المعاصي والسيئات، لأن صلاته تنهاه عن ذلك، تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفيها أعظم من ذلك وهو ذكر الله جل وعلا، ذكر الله بتلاوة كتابه والتسبيح والتهليل تكبير والدعاء، كل ذلك في الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، هذا خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ناداه الله بالنبوة، ما قال يا محمد، قال يا أيها النبي تقديرا له صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين، فالله حسبه أيضا، فالله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك. نعم. فلا تحتاجون معه إلى أحد. أي نعم، إذا كفاكم الله فلا تحتاجون إلى أحد من الخلق، تستغنون بكفاية الله سبحانه وتعالى. نعم. أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير الآية، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الآية. حسبك الله ومن اتبعك، أي حسبك وحسب من اتبعك، وليس المراد حسبك الله ومن اتبعك يعني يكونون حسبك مع الله، لا، هذا ليس بمقصود. مقصود حسبك الله ومن اتبعك في تقدير في الآية، أي وحسب من اتبعك. نعم. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون، هذا قول ضعيف. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا خطأ محض. اي نعم، حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، هذا قول خطأ. نعم. قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله: وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه. نعم. فإن الحسب والكفاية لله وحده. نعم.
كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده. هو حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيد الرسول صلى الله عليه وسلم بنصر من عنده وبالمؤمنين، فالمؤمنون يعينون الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويلزمون سنته ويعملون بها بعد موته صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل الإيمان. نعم. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده. الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالمؤمنون أيدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وأطاعوه، صبروا معه عليه الصلاة والسلام في الجهاد والهجرة والأعمال الصالحة. هذا شيء واضح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم ممن سار على منهجهم واقتفى أثرهم. نعم. وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لما حصلت وقعة أحد حصل على المسلمين فيها من القتل والأسر وتغلب الكفار، وذلك بعد بدر. بدر نصر الله فيه المسلمين، ولكن لئلا يغتروا بالنصر، لئلا يغتروا بالنصر جاءت بعدها وقعة أحد، فصارت على المسلمين فيها مصيبة. وهذه من سنة الله جل وعلا، المؤمن يصيبه الخير والشر والضرر والآلام ولكنه يصبر، ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله يبتلي عباده المؤمنين بالمصائب والنكبات لأجل أن يتوبوا إليه ولأجل أن يدعوه ويتضرعوا إليه ولا يغتروا بما عندهم من القوة، يعتمدون على الله لا على جهودهم ولا على قوتهم، وإنما القوة وإعداد القوة هذا سبب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا من فعل الأسباب، ولا يعتمد على القوة، يعتمد على الله سبحانه وتعالى. في حنين، غزوة حنين، يقول جل وعلا: إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، خرجوا مع الرسول 12,000 كثرة، أعجبت بعض الصحابة قالوا لن نغلب اليوم من قلة. ويوم حنين أنزل الله: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما حصل اللقاء مع الكفار المسلمون انهزموا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما انهزموا وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، نادى العباس بصوته وكان له صوت جهوري: يا أصحاب الشجرة أيها المسلمون، يا أصحاب الشجرة. فلما سمعوا صوت العباس عادوا أسرع من الريح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به. عند ذلك انهزم الكفار وولوا مدبرين. نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم ما ضعفوا لما جاءهم هذا التهديد إن الناس قد جمع يعني الكفار قد جمعوا لكم يعني القوة والجنود فاخشوهم يعني اخشوا الكفار ما ضر المسلمين هذا قالوا حسبنا الله أي الله كافينا حسبنا الله ونعم الوكيل فكانت النتيجة لهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان اللي يقولون الناس جمعوا لكم اخشوهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين نعم ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله نعم ونظير هذا قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون شوف حسبنا الله حسبنا الله ما قالوا حسبنا الله ورسوله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله الرسول يعطي مما عنده من المال سيؤتينا الله من فضله ورسوله أي ورسوله يؤتينا سيؤتينا الله من فضله ورسوله ثم قال إنا إلى الله راغبون ولم يقل إلى الله ورسوله راغبون بل إلى الله وحده راغبون ففي أمور ينفرد الله بها وفيه أمور يشاركه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كالعطاء من المال وما يقدر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي أصحابه ويبذل لهم ويعطي الفقراء والمساكين ويتصدق نعم فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول الإيتاء لله والرسول والله يؤتي المال والرسول يؤتي المال هذا مما يطيقه الرسول ويستطيعه إعطاء المال نعم فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول وجعل الحسب له وحده حسبنا الله ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله بل قالوا حسبنا الله أي الله كافينا وحده نعم إنا إلى الله راغبون ولم يقولوا إلى الله ورسوله راغبون بل إلى الله وحده نعم فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول وجعل الحسب له وحده فلم يقل حسبنا الله ورسوله بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله راغبون نعم فجعل الرغبة إليه وحده كما قال وإلى ربك فارغب نعم فالرغبة والتوكل فإذا فرغت فانصب يعني يتعب في العبادة وإلى ربك فارغب ارغب إليه وحده بالسؤال والدعاء ولا ترغب إلى غيره نعم فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده نعم كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى انتهى كلام جيد ومفيد رحمه الله نعم وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة فإذا كان هو الكافي لعبده وجب أن لا يتوكل إلا عليه باب قول الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين توكلوا على الله وحده ولا تتوكلوا على غيره ثم ساق هذه الآية وهي التي بعد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله نعم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هذه الآية جاءت بعد الترجمة مطابقة لها تماما الترجمة ما هي
باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا. وعلى الله فتوكلوا، الآية مطابقة للترجمة تماما. نعم. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب أن لا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكل إلى من التفت إليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا من الأشياء وظن أنه ينفعه ويكفيه وكله الله إليه، وكله الله إليه عقوبة له. والواجب أن يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الأسلحة وهذه الذخائر وهذه الجنود هذه أسباب، هذه أسباب فقط، إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع. نعم. كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل يعني يعتمد على الله ويفوض أموره إلى الله فهو حسبه، يعني كافيه لا يحتاج إلى أحد. نعم. قال ابن القيم رحمه الله أي كافيه. ومن كان حسبه، حسبه أي كافيه فلا يحتاج إلى غيره. نعم. قال ابن القيم رحمه الله أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه. كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو. نعم. من كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو، الله يحفظه وينصره ويؤيده على الأعداء. نعم. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش. نعم. هذه أشياء تأتي على كل أحد، على المؤمن والكافر، والحر والبرد والجوع والعطش تأتي على كل مخلوق. نعم. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدا. وفرق. وأما أن العدو يضر المؤمن، أما أن العدو يضر المؤمن يعني ضررا كاملا هذا لا يكون أبدا، يضر جزئيا لكن لا يضر ضررا كاملا. نعم. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إذى وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضر الذي يتشفى به منه. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إذى وفي نعم الأذى يقع، الأذى يقع على الناس وعلى المؤمنين وعلى، ولكن الضرر لا يقع على المؤمن الضرر الكامل، يقع عليه شيء من الضرر لكن لا يقع عليه ضرر كامل ينقطع معه عن الله عز وجل. نعم. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إذى وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه. نعم. لأنه تطهير له وتربية له، تمحيص له، هذا ما يصيب المؤمن. نعم. وبين الضر الذي يتشفى به منه، تشفى به منه العدو. نعم. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل كافية. بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. نعم. تتفضل الله بهذا، يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. نعم.
فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. انتهى. نعم، إذا اعتمد على الله وتوكل على الله ولو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لم يضروه، لأن الله يقيه ويمنعه من ضررهم. نعم. وفي أثر رواه أحمد في الزهد لم يضروه، لكن يتأذى، يحصل عليه أذى، يحصل عليه أذى من الناس، لكن هذا الأذى يزول بإذن الله ويخلفه النصر والتأييد والإعانة. نعم. الله جل وعلا يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني الكفار، لا تضعفوا في ابتغائهم وقتالهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا ما هو عندهم، رجاء الله ليس عند الكفار إنما هو عند المؤمنين. نعم. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال الله، الزهد كتاب للإمام أحمد، كتاب مطبوع موجود للإمام أحمد رحمه الله. نعم. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه، وهب بن منبه هذا من أحبار اليهود، وهب بن منبه وهمام بن منبه وكعب الأحبار، هؤلاء من كبار علماء اليهود في اليمن، فأسلموا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فصاروا من علماء المسلمين. نعم. قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزته إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأراضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعته، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. أنا أعلم بحاجته منه، الله يعلم حوائج العبد أكثر مما يعلمها العبد نفسه. نعم. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. وفي الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يقصد هذه. نعم. وفي الآية دليل على فضل التوكل. أي نعم. وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. ما في شك، التوكل على الله والاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، لا بد من الأمرين، التوكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة، فلا يقتصر على التوكل على الله ويترك الأسباب، ولا يأخذ بالأسباب ويترك التوكل على الله، لا بد من الجمع بينهما. نعم. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. ومن يتوكل على الله هذا سبب فهو حسبه، هذه النتيجة والفائدة. نعم. وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل. آمين. هذه
لا تعتمد على الأسباب وتترك التوكل على الله، ولا تعتمد على التوكل على الله وتترك الأسباب، لا بد من الجمع بينهما. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتوكلين على الله، ومع هذا كان يأخذ بالأسباب، كان يلبس الدرع للوقاية من السهام، وكان يأخذ السلاح معه للوقاية من العدو، كان يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتقوا الله، اتقوا الله يجعل بينكم وبينه وقاية من غضبه وعقابه بطاعته وامتثال أمره واجتناب نفسه نهيه، اجتناب نهيه، فتأخذ هذه الأمور مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، يجتمع لك فعل السبب والتوكل على الله عز وجل. نعم. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض. إيه نعم، الاقتصار على التوكل وترك الأسباب عجز. نعم. عجز محض وإن كان مشوبا بنوع من التوكل. نعم. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا. نعم، كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تجعلوا توكلكم عجزا. نعم. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا. نعم. بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكره ابن القيم بمعنى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس يكفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل عندما يطلق النفاق مجردا يقصد به النفاق الأكبر؟ يحتمل الأكبر ويحتمل الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف أعرف أني منافق؟ تعرف نفسك، تعرف تعلقك بالله عز وجل، تعرف قوة إيمانك وضعف إيمانك، كلهم يعرفوا نفسه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا أحسست بأني منافق فماذا علي فعله؟ تذكر الله عز وجل وتستعيذ من الشيطان ويذهب عنك هذا الهاجس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لما كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم من النفاق؟ لأنهم لا يكملون أنفسهم، لا يكملون أنفسهم، بل يتهمون أنفسهم بالتقصير من قوة إيمانهم ومعرفتهم بالله عز وجل، خوفهم من الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الذي ينشط مع الصالحين ويضعف إذا كان وحده هل يعد منافقا؟ نعم، إذا كان ينشط بالعبادة عند الناس ويضعف عن العبادة إذا خلى عن الناس، هذا من النفاق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قال المؤلف رحمه الله تعالى وحكى الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص الشافعي وأحمد وأبو عبيد، فمن هو أبو عبيد؟ أبو عبيد هو القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال، إمام مشهور جليل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الحكم على من يقول أتوكل على الله لكن بلا عمل؟ بلا عمل،
ما يكفي التوكل على الله بدون عمل، لا بد من التوكل على الله مع العمل. نعم، الذي أمرك بالتوكل أمرك بالعمل، دل على أنك لا تستغني عن العمل. يعني تقول أنا متوكل على الله تترك الأعمال، هذا مثل اللي يأخذ التوكل يترك السبب. لا بد من الجمع بين التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الوجل والخشية والرهبة والخوف؟ كلها أنواع، كلها أنواع من الأعمال القلبية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى شيء منه شيء، أما زيادة الإيمان فهل يزيد حتى يكون العبد كامل الإيمان؟ نعم، يزيد، يزيد الإيمان حتى يكمل، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. لذلك يجب على المؤمن أن يحافظ على دينه وعلى أعماله الصالحة وعلى التوبة والاستغفار حتى يبقى إيمانه ويتكامل، حافظ عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل التوكل يدخل في مسمى الإيمان؟ هو من الإيمان. نعم، هو من الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريف الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يختم الله على قلوب المنافقين أو قد يهديهم؟ الله جل وعلا قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قد يختم الله على قلوبهم فلا ينتفعون بموعظة ولا يقبلون نصيحة، ولا، لأن قلوبهم ختمت، ما يدخلها شيء، ما يدخل إليها شيء، مختومة والعياذ بالله. نعم. والطبع كذلك، طبع الله على قلوبهم. نعم، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الاعتقاد بأن القرنفل يطرد الذباب يعتبر من الشرك؟ لأن إيش؟ يقول: هل الاعتقاد بأن القرنفل يطرد الذباب هل يعتبر من الشرك؟ لا، هذه أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى، أسباب إذا أخذ بها أدت نتيجتها، وإذا تركها فإنه ينقص توقيه للمحاذير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا وجد في اللغة عبارة تدل على معنى معين وبعد البحث وجدت أن أصلها يرجع إلى اعتقاد فاسد، يقول: فهل يحرم استعمالها؟ وذكر مثالا على ذلك، يقول: العجلة تدور. يقول: العجلة تدور. ما في شك أن العجلة تدور، معنى عجلة ما تدور، مش فيه. يقول: ونعني بذلك أن الأشياء تتغير، لكن أصل الكلمة هي في أساطير. نعم، الروم. نعم، والأشياء تتغير أيضا، العجلة تدور والأشياء تتغير، أنا ما في شك، مش المحذور في هذا. نعم. يقول: أصل الكلمة في أساطير الرومان. ولو كانت معناها صحيح، معناها صحيح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أمي تتعاطى السحر، وقد شاهدت تواصلها مع الجن حيث أنهم يتكلمون بلسانها، ولقد ألححت عليها بالنصيحة ولكنها تبرأت من دين الإسلام، وتفاقم الأمر إلى أن قد ابتلينا بالجن أنا وبعض إخوتي، فهل آثم إن قاطعتها خوفا من أذاها؟ نعم، ابتعدوا عنها، ابتعدوا عنها، وجنبوا أولادكم أيضا،
الاجتماع معها إلى أن تتوب أو تهلك تسلمون منها. احذروا من شرها واحذروا من آفتها. نعم. ولكن أحسنوا إليها، مع هذا أحسنوا إليها بالطعام والكسوة والشراب والمسكن، أحسنوا إليها مع الابتعاد عن التأثر بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا ظلم شخص فقال حسبي الله ونعم الوكيل، هل يجوز قول مثل هذا؟ أي نعم، هذا طيب، حسبي الله ونعم الوكيل، تقولها عندما تؤذى، عندما يصيبك أذى من أحد، تلجأ إلى الله عز وجل أن ينصرك على هذا الذي آذاك وتجاوز عليك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى الرغبة إلى الله؟ الرغبة إلى الله الطمع، الطمع فيما عند الله، هذا هو الرغبة إلى الله، الطمع فيما عند الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يصح أن نقول نهانا الله ورسوله عن المعصية؟ أي نعم، الله نهى عن المعصية والرسول نهى عن المعصية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل المرجع في معرفة المؤمن بنقصان إيمانه بالإحساس بالقلب؟ بالقلب وبالعمل، يعرف هذا بالقلب وفي عمله أيضا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الفكر والاعتقاد؟ الاعتقاد هو اليقين الجازم، والفكر هذا تفكير يمكن يصح ويمكن ما يصح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين التوكل والتواكل؟ التواكل ضد التوكل. التواكل هو أن كل واحد يطرح المسؤولية على غيره، يقول الشرعت على فلان وهو يبري نفسه، لا، هذا تواكل ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قرأت في بعض كتب أهل العلم أن للمتوكل على الله ثلاث حالات: الأولى كحال الوكيل مع الموكل، والثانية كحال الطفل مع أمه، والثالثة كحال الميت مع الغاسل. السؤال يقول: أشكلت علي الحالة الثالثة. أنا لا أعرف هذا الكلام ولا وقفت عليه، منين أخذت هذا الكلام؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل التوكل يكون في كل عمل ديني ودنيوي؟ التوكل نعم يكون في جميع الأمور، تتوكل على الله ولا تعتمد على نفسك ولا على أحد غير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول الدين لله والوطن للجميع؟ هذه مقالة العلمانيين، كل الأمور لله، الدين والوطن وجميع الكون كله لله عز وجل. نعم. لا، ليس لله شيء والمخلوق له شيء يستقل عن الله عز وجل، كله مرجعه إلى الله ومرده إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل في جلوس الزوج وأخيه مع أزواجهما سويا مع احتشام الأزواج، يقول هل في ذلك محظور؟ لا، ما في محظور، مع التستر تجلس النساء على حدة والرجال على حدة ولا في اختلاط، وإنما كل على حدة يتحادثون فيما بينهم، ما في بس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في دول الكفر يصعب على بعض المقيمين
نقل جثمان أهليهم إلى بلد مسلم لارتفاع التكاليف، ولذا يلجأ بعضهم في حياته إلى دفع اشتراك لدى شركة التأمين حتى تتكفل بنقل جثته إلى بلده. يقول فهل هذا الاشتراك جائز؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم، في بعض دول الكفر يصعب على بعض المقيمين نقل جثمان أهليهم إلى بلد مسلم لارتفاع التكاليف، ولذا يلجأ بعضهم في حياته إلى دفع اشتراك لدى شركة التأمين حتى تتكفل بنقل جثته إلى بلده، فهل يجوز هذا الشيء؟ يا أخي، الأقليات المسلمة لها مقابر في بلاد الكفر خاصة بالمسلمين، فيدفن ميته مع مقابر المسلمين في أي بلد، في مقابر المسلمين. ما يمكن بلد فيها مسلمون وأقليات ولا يكون لهم مقبرة خاصة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كثر الكلام في بلدي حول القاديانية هذه الأيام، وقام أحد وزراء الدولة بتأييدهم على العلم، يقول هل يرد عليه على العلم؟ إيش؟ قام يقول وقام أحد وزراء الدولة بتأييدهم على العلم، على العلم، في العلم، في العلم. نعم. إيه. يقول هل يرد على هذا الوزير باسمه؟ إذا تقدر على هذا ولا يترتب على الرد إضرار بك رد، أما إذا كان يترتب عليه إضرار بك فلا ترد، ولكن فيما بينكم المسلمون فيما بينهم يتعارفون هذا ويتدارسونه فيما بينهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي الحيوانات التي لا يجوز قتلها؟ التي ورد النهي عن قتلها، التي ورد: النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه اللي ورد النهي عن قتلها، النحلة والنملة والهدهد والصرد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الانقطاع عن الزواج بسبب طاعة الأم والجلوس معها؟ هل يجوز الانقطاع عن الزواج بسبب طاعة الأم والجلوس معها؟ ما تمنع، ما يمنع الجلوس مع الأم وطاعة الأم، ما يمنع من الزواج. الزواج مفيد له مصالح وعفاف وذرية بإذن الله، مصالح الزواج، لا تترك الزواج، ولا يتنافى هذا مع برك بأمك وحضورك عند أمك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: امرأة نفسة لم ينقطع الدم عنها، يقول امرأة نفسة لم ينقطع الدم عنها، دم لم ينقطع الدم عنها، والآن صار لها يقول أكثر من 40 يوما، يقول فهل تغتسل؟ تغتسل، نعم، إذا تمت 40 تغتسل وتصوم وتصلي، ويصير هذا ما هو بنفاس، هذا نزيف، هذا يسمى نزيف ما هو بنفاس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كيف أخرج زكاة مالي إذا كان عندي عملتان، إذا كان عندي عملتان مختلفتان؟ نعم، تخرج ربع العشر من المجموع، ربع العشر من المجموع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بعض من يدفنون أمواتهم يقولون يجعلون فوق قبر ميتهم صخرة ويتم طلاؤها بلون معين لكي يميزوا قبر ميتهم، فما حكم مثل هذا العمل؟ أما وضع الصخرة والحصاة لا بأس، علامة على الميت لا يعرفها إلا من وضعها، وأما صبغها فلا يجوز، لا يجوز صبغها وتلوين القبور، ما يجوز هذا، ممنوع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل في مثل هذه العبارات محظور شرعي،
وذكر منها باسم الوطن وباسم الشعب وباسم العروبة. الوطن والشعب ما هو برب تقول باسمه، اللي قال باسم الله ما تقول باسم الشعب وباسم، هذا عبارة الذين لا يدينون بدين، باسم الثورة باسم كذا. المؤمن يقول بسم الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نذرت نذرا وقلت إذا نظرت إلى الحرام سوف أعشي مجموعة من الناس، هل هذا النذر يجوز؟ هذا ما هو بنذر، هذا ما هو بنذر، النذر يكون طاعة، طاعة لله عز وجل. نذرت لله عز وجل صدقة، نذرت لله صلاة، نذرت نذر يكون لله، نوع من أنواع العبادة، لا يكون إلا لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لو قال نذرت أن أتصدق على المحتاجين، أما نذرت أني أعشي فلان وفلان، هذا ما هو نذر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلدنا جماعة لهم ورد كتبه شيخهم الأول يقرأ بعد صلاة الصبح والعصر، وهم كما يدعون فيه جملة من الآيات والأحاديث، يقول ويسمون هذا الورد باسم مؤسسهم، يقول هل يجلس معهم عند قراءته؟ لا، هؤلاء عندهم بدعة، يعني التزامهم بهذا الورد الذي كتبه رئيسهم أو شيخهم هذا يعتبر بدعة، التزامه بدعة، وقد يكون فيها أدعية شركية أو أدعية بدعية ما ندري عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أحدهم يقول لا أعترف إلا بقال الله وقال رسوله، فكفوا عني قال فلان وقال فلان من رجالكم، ويقول أنا لا أستمع لمن يقول هذا شرك وهذا ضلال وهذا كفر، فكيف الرد على ذلك؟ هذا يترك، لا فائدة منه، هذا لا فائدة منه ولا من جداله، اتركه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كنت في سفر وبقي على بلدي مسافة 10 كيلو، يقول هل أستمر في القصر والجمع إلى أن تدخل البلد؟ نعم، تستمر في القصر ورخص السفر إلى أن تدخل بلدك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من عاهد زوجته ألا يتزوج عليها وبعد مدة احتاج للزواج، هل يكون ناقضا للعهد إذا تزوج؟ وكفر عن يمينه، هذا حلف، حلف أنه ما يتزوج عليها أو تزوج، كفر عن يمينه، والزواج مطلوب والحمد لله، ولا يجوز له أن يستمر على ترك الزواج، الزواج مطلوب، تزوج ويكفر عن يمينه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل حلف بالحرام والطلاق من زوجته أنه يفعل كذا وكذا ثم لم يتمكن من فعله، فهل تطلق زوجته؟ هذا يحتاج إلى أنه يأتي دار الإفتاء ويسأل في دار الإفتاء إن شاء الله. نعم. أو يروح للقاضي، يروح للقاضي، إما أن يأتي للإفتاء وإما أن يذهب للقاضي القريب منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أعاني ألما في أسناني وأضع عليها العويدي وأنا صائم، فهل يؤثر على الصوم؟ يقول أعاني من ألم في أسناني وأضع عليها العويدي. العويدي؟ نعم، القرنفل يعني. نعم. أيه؟ وأنا صائم، فهل يؤثر على الصوم؟ الفضه يعني، ضعه لا بأس، ضعه لكن الفضه لا تبتلعه، إذا لفظته ما يضر الصيام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في جمع التقديم للمغرب مع العشاء، يقول هل أصلي الوتر بعدها؟ إيه نعم، صلي بعد العشاء، نعم، بعد صلاة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل للكدرة والصفرة والدم اليسير اعتبار في الحيض؟ إذا كان في زمن العادة فهو حيض. نعم، الكدرة والصفرة إذا كانت في زمن عادة الحيض لا يحيض، أما إن كانت بعد العادة. قد قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل أذكار ما بعد الفريضة من التسبيح والتحميد والتكبير تتنوع؟ الواردة، الأذكار الواردة بعد الفريضة، شوف الأذكار الواردة تأتي بها. وكتب الأذكار موجودة، مثل الوابل الصيب لابن القيم، ومثل الأذكار للنووي موجودة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يقرر المسلم التائب على ذنوبه التي ارتكبها قبل توبته يوم القيامة؟ إيش؟ يقول: هل يقرر المسلم التائب على ذنوبه التي ارتكبها قبل توبته يوم القيامة؟ تائب من الذنب كمن لا ذنب له، يمسح الله ويمحو الذنب بالتوبة الصادقة ولا يسأل عنها يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من جلس بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، متى يصلي ركعتي الضحى؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، إذا ارتفعت قدر رمح يصلي صلاة الضحى، يستمر الوقت إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء. نعم. ويسأل حفظكم الله: هل يمكن تقديرها بالدقائق؟ وشو؟ ارتفاع الشمس. شوف الشمس يا أخي، اطلع وشوف الشمس، إذا ارتفعت حلت الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم سفر الرجل لوحده؟ منهي عنه، منهي عن الراكب شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: اليوم والحمد لله السيارات، يعني هذه الخطوط تجمع السيارات، ما كأنك بشارع، ما كأنك في سفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ اليدين لا توضع على الصدر، توضع تحت الصدر أو تحت السرة، هذا موضع اليدين، تحت الصدر أو تحت السرة، أما وضعهما على الصدر فلا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل التوبة تمحو الذنوب محوا تاما؟ الله أعلم. التوبة إذا تقبلها الله تمحو، التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما في الأثر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم مودة من هو على المذهب الإسماعيلي والأكل من ذبيحته والزواج منه؟ هذه مسألة تسأل عنها في دار الإفتاء إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة وإهداء ثوابها للميت؟ هل تصح الصلاة وإهداء ثوابها للميت؟ لا، الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، لكن تهدي للميت الدعاء، تدعو له، تتصدق عنه، تحج عنه، تعتمر عنه، كل هذه أعمال تنفع الميت إذا تقبلها الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تتطيب إذا دخلت المسجد دون المرور بالأجانب؟ لا يجوز لها إذا خرجت من بيتها أن تتطيب، ولا أن تخرج من بيتها وهي متطيبة، لا يجوز لها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز لي عند ذكر شخص معين
أن أعرف الناس عليه بلقبه أو معيارته؟ يقول: ولا تنابزوا بالألقاب. قول الله جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب. تجنب اللقب وادعوه باسمه، اذكره باسمه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الجهات في بلدنا، في بلده يقصد، يقول ينادون بمساواة الرجل والمرأة في الميراث، فكيف لخطيب الجمعة أن ينكر ذلك ويبين خطره للناس؟ إذا كان يستطيع أن ينكر ذلك يجب عليه البيان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هذه القاعدة صحيحة، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ أي نعم، لأنه أجاز البدعة، ووافقه عليها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صحيح أن كلما زاد عدد المصلين في المسجد زاد الأجر والثواب؟ ما في شك، الأكثر جماعة أفضل، الأكثر جماعة أفضل من الأقل جماعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تاب أبو الحسن الأشعري توبة كاملة؟ يقول: وهل يؤخذ بكلامه؟ نعم، تاب وأخذ بمذهب الإمام أحمد في العقيدة، صرح بهذا. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.